هذا وتعد صحة وسلامة العاملين في الصفوف الأمامية داخل المنشآت الصحية أولوية قصوى، وقد أكدت الدكتورة جميلة سلمان استشارية الأمراض المعدية بمجمع سلمانية الطبي وعضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أن مملكة البحرين اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة الاستباقية لسلامة العاملين الصحيين والمرضى، مشيرة إلى أن أعداد المصابين بالعدوى في صفوف الجيش الأبيض محدودة. نلتزم للبحرين شعار المرحلة الراهنة التي تتطلب من الجميع زيادة التكاتف المجتمعي والتقيد التام في الالتزام بالتوصيات الإرشادية الصحية التي يؤكد عليها دائما الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا. ويتصدر مبدأ سلامة العاملين الصحيين والمرضى أهداف الفريق الوطني الطبي، وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة جميلة سلمان أن أعداد المصابين بالعدوى في صفوف الجيش الأبيض محدودة بسبب تقيد الجميع بإجراءات السلامة منذ يناير 2020 وحتى يومنا هذا، مؤكدة التزام البحرين بتوفير جميع سبل الحماية الصحية وتدابير الوقاية داخل المنشآت الصحية مع المرضى أو المشتبه بإصابتهم، إلى جانب متابعة التزام الطواقم الطبية بالاحترازات والتأكد من سلامتهم بشكل مستمر ودوري، وحفاظا على صحة وسلامة المرضى والعاملين الصحيين بوزارة الصحة. قامت مستشفيات المملكة وأقسام مكافحة العدوى فيها بوضع استراتيجية لمواجهة فيروس كورونا تمثلت في العديد من الخطط التشغيلية التي تسعى إلى تحقيق جهوزية العاملين الصحيين على كافة الأصعدة ومتابعتها على الدوام، بالإضافة إلى ضمان جهوزية البنية التحتية وتوفير كافة مستلزماتها بما يسهم في التصدي للفيروس في كافة مراحله، وذلك حسب معايير منظمة الصحة العالمية. ويقع على عاتق الفرد مسؤولية وطنية كبيرة تجاه وطنه ومجتمعه، ألا وهي التقيد بالإجراءات الاحترازية والابتعاد عن التجمعات، ليساهم بذلك تجاه جهود العاملين داخل المنشآت الصحية الذين يحاربون ليلا نهارا للانتصار على هذه الجائحة.